يلا بسرعة حياتي، والله جعت كتير. ليكني اجيت. ايوه، انتي لابسة وخالصة يعني؟ ليش ما عجبك؟ مو الفكرة، حبيته بس يعني شايف كأنه قصير كتير، ما هيك؟ ايه بس حلو وعاجبني. ايه، حتى لو عاجبك حبيبتي، بس يعني قصير كتير كتير قصير. كيف يعني؟ انت ممكن تتحب القصير؟ ايه بس انتي ست متزوجة وما بيناسبك هالشي، لهيك من اليوم ورايح لازم تنتبهي على لبسك، وضيق مو بس قصير كمان. كأنك عم تزودها مراد، ما هيك؟ لا، ما عم زودها. قلك بطلت اطلع اتعشى برا، يعني عم فكر بلاها هالطلعه اليوم. اصلا انا تعبان وجاي على بالي اتسطح وارتاح. فهمت عليك، خلص انت بدك يعني غير الفستان. اوعك لا تغيري شي حبيبتي. حيرتني الصراحة، طالع كتير حلو. يعني غير ولا ضل لابسته؟ أنا بدي إياكي تلبسي قدامي وبس. هلأ فهمت عليك مراد، الفستان حلو بس ما بدك يعني ألبسه لبرا، صح؟ برافو عليك. أنا ما كنت عارفانة إنك غير كل هالقد. غيره بس. قلك يلي عنده كل هالجمال هاد مستحيل ما يغار. أنت ما جعت؟ طيب ليك أحسن شي إنه حضرتك تفتح خزانتي وتشوف فستان عزوقك، وبعدين بتحضر حالك مشان نطلع على المطعم. مالي موافق، خلينا هون بالبيت، أو بالأحرى تحديدا خلينا بغرفتنا، وأنت خليكي بالفستان، شو رأيك؟ مستحيل، لأنه إذا وافقت فما رح ناكل أكيد. يلا حضر حالك، جيب لك شو ما بدك لعندك، وأنا جاي على بالي أطلع. يلا عنيدة.